تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. مسعود برزاني والقنصل الروسي يبحثان العلاقات السياسية والاقتصادية بين أقليم كردستان وروسيا. والقصف المدفعي المميت على زاخو يلقي بأثاره وتبعاته على قطاع السياحة في المدينة. وشركة العامة لصناعة النسيج والجلود تعلن عن تجهيز المرور بمنتجاتها. والشرطة التونسية تفرق بعنف متظاهرين مناهضين للرئيس سعيد وتوقف عددا منهم. ومقتل 18 شخصا على الأقل جراء سيول جارفة ضرب جنوب إيران. وقصف روسي على الميناء الرئيسي لتصدير الحبوب في أوديسا. وواشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار.